شارك معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الاجتماع 28 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض. وقد بحث الاجتماع المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون وموضوعات أخرى. تفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع في تقرير مراسلنا من الرياض سامي الحمود. عقد في مدينة الرياض الاجتماع 28 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أود التأكيد بأننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من برامج ومشاريع عمل تعزز من ترابط دول المجلس في هذا المجال المهم، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد باعتماد مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون بإنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية التي كان للجنتكم الموقرة الفضل في إعداد نظامها الأساسي، مما يشكل قفزة مهمة في جهود التكامل الخليجي المشترك. وتضمن جدول أعمال الاجتماع استكمال دراسة تحويل الأنظمة والقوانين العدلية الاسترشادية الحالية بين دول المجلس إلى أنظمة وقوانين موحدة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى، إضافة إلى استعراض مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين الدول الأعضاء. حقيقة كان الاجتماع متوافق، أيضا قانون جستة الأخير تم المناقشة وطلب من إدارات العلاقات الدولية بعمل دراسة أولية لبحث ما يمكن أن تخرج منه من توصيات في هذا الشأن لرفعها إلى وزراء أصحاب المعالي وزراء العدل في هذا الشأن، تمهيدا أيضا لرفعها إلى وزراء المجلس الوزراء وزراء الخارجية. كما بحث الاجتماع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ودراسة مدونة سلوك لمنسوب الأجهزة القضائية والعدلية وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول المجلس. وزراء العدل ناقشوا خلال اجتماعهم مشروع إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب بين دول مجلس التعاون، واطلعوا على تجارب الدول الأعضاء في القضايا القانونية والعدلية. سامي الحمود لتلفزيون البحرين الرياض.